السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. موضوعنا اليوم المحادثة والتعبير الكتابي، نتعلم السباحة، قواعد اللغة العربية للصف الخامس ابتدائي، صفحة 35. قبل ما أبدأ بالدرس، مثل ما تعرفون أنه امتحانات نصف السنة تأجلت إلى شعر آخر، لكن الدروس راح تكون مستمرة والتعليم يكون إلكتروني بشكل تام، فإن شاء الله نستمر بنشر الدروس. وعلى أولياء الأمور متابعة أولادهم، وخصوصا عندنا الصف الأول ابتدائي طبعا راح يكون له اهتمام خاص، لأنه لازم يكمل الحروف، إذا ما يكمل الحروف راح يأثر عليه طبعا، والأهل هي اللي راح تعاني إذا أولادهم ما كملوا المناهج، خصوصا الصف الأول إذا ما كمل الحروف راح يأثر عليه. فإن شاء الله راح ننزل الدروس ونستمر بنشر الدروس، والتوفيق للجميع إن شاء الله. نبدأ درسنا اليوم المحادثة والتعبير الكتابي، نتعلم السباحة. هنا عندنا مجموعة نقاط، هذا باللون الأحمر، هنا عندنا هذه النقاط أو الوردات الحمر، هذه جمل. هنا عن السباحة، طبعا هذا التعبير ممتع وسهل، الجمل مالته بسيطة. احنا هنا راح نرتب هذه الجمل، وانتو تقدرون تقدمون وتأخرون في هذه الجمل، طبعا هي للحفظ، تحفظونها، هذه تحفظونها يعني مثل ما تحفظون المحفوظة، وهي سهلة وكلماتها بسيطة. هنا تقدرون تقدمون وتأخرون، لأن الجمل مالتها يعني كلها واضحة، بس احنا هنا همين راح نرتبهن وتكتبوهن بالدفتر بدون ارقام، بدون قطع انشائية، بدون ارقام، لكن تمشون حسب التسلسل اللي راح احنا نسويه هنا، وتحفظونه حفظ. عندنا هنا النقطة الاولى، السباحة مهارة مهمة يجب على كل واحد منا أن يتعلمها. طبعا السباحة هي مهمة وضرورية وممتعة في نفس الوقت. السباحة مهارة مهمة يجب على كل واحد منا أن يتعلمها، هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن السباحة رياضة ممتعة تنشط الجسم وتروح عن النفوس، نتعلمها في أحواض السباحة. هنا عندنا السباحة هي رياضة ممتعة تنشط الجسم، نعم تنشط الدورة الدموية بالجسم، نتعلمها في أحواض السباحة. طبعا الشخص اللي يتعلم السباحة أول ما يتعلمها يتعلمها بأحواض صغيرة، يعني مسابح تكون صغيرة من يريد يتعلمها، لأن بعده هو ما يعرف يسبح. فهذه هي النقطة الثانية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، والسباحة يتعلمها الإنسان بالتدريج بعد أن يشد على ظهره أو بطنه نجادة مليئة بالهواء، يحملها ويطوف بها فوق الماء أو قطعة من الخشب أو الفلين. إن الشخص من يريد يتعلم السباحة هنا يشد على ظهره نجادة مليئة بالهواء، هذه النجادات تحمي الشخص من الغرق، لأن هي خفيفة الوزن راح تطفو فوق الماء، وكذلك الخشب والفلين، وكذلك الخشب والفلين راح يطفو فوق الماء. هنا هذه عندنا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، والسباحة يتعلمها الإنسان بالتدرج بعد أن يشد على ظهره أو بطنه نجادة مليئة بالهواء، يحملها ويطوف بها فوق الماء أو قطعة من الخشب أو الفلين، فقد يتعرض لخطر السقوط في النهر أو بحر إذا كان راكبا في زورق أو سفينة. هذه النقطة الرابعة. هنا ليش ضروري انه شخص يعني يتعلم السباحة؟ لانه قد يعني لا سامح الله يتعرض لخطر
السقوط في النهر أو البحر إذا كان راكبا في زورق أو سفينة. هذه النقطة الرابعة. والنقطة الخامسة والأخيرة، فالشخص المدرب على السباحة ينجو من خطر الغرق، ويستطيع أن ينقذ من يتعرضون للغرق. نعم، الشخص اللي يعرف يسبح، المدرب على السباحة، ينجو من خطر الغرق، يعني ما يغرق، ويستطيع أنه لا سمح الله إذا شخص تعرض للغرق يستطيع أنه ينقذه. هذه هنا عندنا هذه النقاط رتبناهم، هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية، النقطة الثالثة والرابعة والخامسة. هذه تحفظونها حفظ وتكتبونها بالدفتر حسب هذا التسلسل اللي أنا سويته، لكن بدون أرقام، تسوونها قطعة إنشائية، تمشون على هذا التسلسل، كل نقطة من تخلصون تخلون نهايتها إما نقطة أو فارزة. نكتب التعبير بالدفتر بهذا الشكل، العنوان نتعلم السباحة، هنا نكتب النقطة الأولى، السباحة مهارة مهمة يجب على كل واحد منا أن يتعلمها. هنا نخلي نقطة، نبدأ بالنقطة الثانية، إن السباحة رياضة ممتعة تنشط الجسم وتروح عن النفوس، نتعلمها في أحواض السباحة. هنا نخلي نقطة، نبدأ بالنقطة الثالثة، والسباحة يتعلمها الإنسان بالتدريج بعد أن يشد على ظهره أو بطنه نجادة مليئة بالهواء يحملها ويطوف بها فوق الماء أو قطعة من الخشب أو الفلين. هنا النقطة الثالثة خلصت. النقطة الرابعة، فقد يتعرض لخطر السقوط في النهر أو البحر إذا كان راكبا في زورق أو سفينة. هنا النقطة الرابعة خلصت. فالشخص المدرب على السباحة ينجو من خطر الغرق، ويستطيع أن ينقذ من يتعرضون للغرق. هذا هو التعبير الكتابي، ينكتب في هذا الشكل وينحفظ. وإلى هنا انتهى درسنا، ومع السلامة.